وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل عن حديث أعر النساء يلزمن الحجاب. نقول بالنسبة لهذا الحديث فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رواه الإمام الصابراني ورواه الإمام الطبراني رحمة الله على الجميع، الإمام الصابراني رواه في كتاب موضوعات الصابراني، وراه الإمام الطبراني في معجمه، وهذا الحديث حديث غير صحيح. لكن ما هو معناه؟ معناه أعر من العري، النساء يلزمن الحجال، والحجال هو من الحجل، وهو معناه أن يلزمن البيوت، وفي رواية يلزمن الحجاب. وقد وضحته رواية أخرى ضعيفة، يعني استعينوا على النساء بالعري. ما معنى هنا بالعري؟ مو معناها أن تكون المرأة متعرية، لا، معناها أنه لا يكثر لهن من شراء الملابس والزينة فتعجب بذلك، فتكثر من الخروج والولوج، فتكثر من الخروج والولوج، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث استعين على النساء بالعري، والمراد هنا يعني العري عن الزينة، يعني التقلل من الزينة ومن كثرة الثياب، حتى إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها أدى بها ذلك أنها تكثر من الخروج والولود، ويترتب عليه الكثير من المفاسد كما لا يخفى. والحديث على كل حال هو حديث ضعيف، وذكر الألباني في السلسلة الضعيف حديث الضعيف والموضوعة وأثرها السيء على الأمة، صلى الله عليه وسلم.